طيب معانا شيرين وأنغام وروبي. دكتورة شيرين على المستوى المهني، انا ماليش دعوه بالحياه الشخصيه، تمام، انا بحب شيرين شيرين. وانغام طبعا. لا احنا هنختار واحد حد. بس خلاص، شيرين. شيرين. أسماء. انغام طبعا على المستوى المهني وعلى المستوى الشخصي، انا بحبها جدا وشايفاها ست ناجحه جدا. تمام. القوة الناعمة أنغام، أنغام. الموضوع ما فيهوش دبي، أنتي واضحة صريحة يعني. القوة الناعمة قالوا كده عنها. تمام، يبقى أنغام وشيرين خدوا الجوائز من ضيوفي. طيب نشوف بعد كده. عندنا منى زكي ونيلي كريم وياسمين صبري. ها يا دكتور. منى طبعا. منى زكي. لا لا، دي جبارة، دي في حتة تانية لوحدها. في حتة تانية عن وبعدين الباقي. حتى المقارنة ظالمة جدا. بالظبط. حد جايب مشواره بقاله قد يعني، لا المقارنة حتى لا تستقيم يا جماعة. ظلمتوا الناس اللي معاها. أنا بحب منى زكي جدا جدا، ولكن ياسمين صبري كليدي، كإنسانة بتطور من نفسها، كبنت مصرية جميلة، أنا برضو بحبها جدا جدا. أنا فاهم، بس إحنا بنتكلم دلوقتي على التمثيل. لا التمثيل منى زكي طبعا. منى زكي. منى زكي المقارنة طبعاً. طبعا حرام. أوه. ظالمين الناس اللي معاها. مع احترامنا للباقيين يعني. استاذة رنا. الست منى زكي طبعا. الست منى زكي. يعني انت ما تفكريش. انت عارفه. انا عارفه اتجاهاتي ايه. عارفه اتجاهاتك ايه بالظبط يعني. انا جايه مذاكره. تمام، طبعا كل التحيه والتقدير لكل اللي بتعرض صورهم يعني.